شيخ صالح، فيما يتعلق بموضوع أيضا لنا عودة معه، وهو حديث لرسالة الأخ الكريم ديما مهدي محمد. في هذه الرسالة يقول: أرجو أن تدلوني هل هناك أثر أم حديث على أن كثرة الضحك تميت القلب؟ نعم، فيما أعلم أن هذا أثر وارد ويشبه أن يكون حديثا، والله أعلم. وكثرة الضحك لا شك أنها تميت القلب، أو أنها تغفل القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الضحك، وإنما غاية ما يضحك التبسم، غاية ما وأوسع وأكثر ما يضحك عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. أما الضحك الكثير والضحك المبالغ فيه بصوت مرتفع وغير ذلك مما يفعله السفهاء، فهذا يؤثر لا شك على القلب ويسفه الإنسان. نعم.